طول عمرك بتكره تأثير البيزنس والفلوس على ألعابك، لك رؤية مميزة في الألعاب عايز تظهرها للعالم مهما كلفت، ومع ذلك انت مش ابن امبارح وعارف ان المبيعات هتغطي مصاريفك انت والتيم اللي شغال معاك. لكن مؤخرا لاحظت تغيير عام في توجه الشركة اللي شغال فيها بقالك 29 سنة. 29 سنة اشتغلت فيهم على أكتر من 25 لعبة، من إنتاج لإخراج لكتابة. ألعاب جابت للشركة إيرادات تتجاوز بسهولة 500 مليار دولار، ولكن فجأة ابتدى العقاب. العقاب على عدم انصياعك لرؤية الإدارة الجديدة وتهديدك لرؤيتهم باستقلاليتك في العمل. الكلام هنا عن هيديو كوجيما، واحد من أعظم مطوري الألعاب في تاريخ الجيمينج. لو ما تعرفش مين هيديو كوجيما فما عنديش وقت أحكيلك، ولكن باختصار كوجيما يساوي سلسلة ميتل جير سوليد، لعبة من 5 أجزاء رئيسية أولها ظهر في 87 ونهايتها كانت 2015. 28 سنة بيحكي فيهم قصة غريبة ومعقدة تخليك تسأل نفسك، هو البني آدم ده فكر في الحاجات دي إزاي؟ اللي كتير ما يعرفوهوش ان كوجيما عاشق للأفلام وكان عايز يبقى مخرج أفلام قبل ما يبقى مخرج ألعاب، وده بيفسر لنا مخيلته العجيبة ومصدر إلهامه. اعتبر ان دي مقدمة ضئيلة عن كوجيما، وخلونا نرجع لقصة خروجه من أكبر شركات الألعاب في العالم كونامي. مع تغيير الإدارة التنفيذية لكونامي تم تغيير توجه الشركة العام من تركيز على ألعاب الكونسول لألعاب الموبايل، وده لأنها مستقبل الألعاب زي ما وصفها هيديكي هاياكاوا الرئيس الجديد لمجلس الإدارة، موبايل فيرست. وهنا موبايل فيرست تساوي ماني فيرست، الأرباح أولا، بعد ما انتبهت كونامي أن كل المطورين بيحلبوا السوق ده إلا هما. وفجأة ابتدت رأس المالية تلعب دورها قرار ورا قرار. 1. إعادة هيكلة مجلس الإدارة وإخراج هيديو كوجيما من المجلس. 2. إعادة تسمية استوديو هيديو كوجيما اللي كان وحدة منفصلة داخل كونامي من كوجيما برودكشنز لوس أنجلوس إلى كونامي لوس أنجلوس. 3. مسح أي ذكر لاسم هيديو كوجيما على لعبته الأخيرة ميتل جير سوليد 5. 4. تحويل معظم العاملين في استوديو كوجيما من موظفين بدوام دائم إلى مقاولين تنتهي عقودهم آخر السنة الحالية، وده ترتب عليه طبعا قيود في استعمال الموظفين للإنترنت أو الهاتف أو الإيميل. ومع تعسف القرارات ابتدى الموظفين بشكل سري فتح عادات الشركة في الإساءة للموظفين، من تركيب لكاميرات بهدف مراقبة التحركات لمراقبة حسابات السوشيال ميديا لإسناد مهام تافهة لبعض المطورين ذو الخبرة بهدف تطفيشهم أو إخضاعهم. مش بس كده، لو فكرت إنك تهرب من سجن كونامي وتسيب الشركة غصب عنهم فهتلاقي شكاوى معمولة في شركات بتحاول تنقلها، تصل إلى حد إنك تبقى بلاك ليستد. هي دي الرأسمالية في أسوأ حالتها. اوعى تفتكر ان كوجيما ملاك، لان على قد ما هو مطور شغوف للعب ومجتهد ومبتكر الا انه بيفكرني بالطفل اللي عايز يحقق احلامه مهما كلف امه وابوه. طفل يميل الى البعزقة والصرف بدون حساب، وتبريره ان فلوسك هترجع لك في الاخر. وعشان ابقى محدد، اخر لعبة لكوجيما ميتل جير سوليد 5 كلفت كونامي اكتر من 80 مليون دولار قبل ما يطلبوه بتقفيل الليلة على عكس رغبته. والمشكلة هنا مش في إن الفلوس ترجع ولا لأ، المشكلة في المدة اللي كونامي هتحتاجها عشان تغطي التكاليف قبل ما تخش في الأرباح. والمشكلة دي موجودة في أي مجال، مش بس ما بين مطور طموح وشركة ألعاب. خلونا ننط للحاضر، كوجيما خلاص فتح استوديو خاص بيه بعد ما غادر كونامي، اسمه برضو كوجيما برودكشنز، وسوني وافقته على إنتاج Death Stranding، لعبته الأخيرة اللي نزلت في 2019 وكلفت سوني حسب بعض الإشاعات أكتر من 100 مليون دولار. وده طبعا لأن صاحبك حب يستعين بممثلين من الدرجة الأولى،
زي نورمان ريدس بطل مسلسل The Walking Dead، ماد ميكلسون الممثل الدنماركي الغني عن التعريف، والممثلة الفرنسية ليسي دو. وأخيرا نصيحة، لازم تجرب Death Stranding ومتل جير سوليد 5 لأنها ألعابها تخلد في التاريخ زيها زي صانعها هيديو كوجيما. كان معكم الجيمر الهارب، تسمعوني لاحقا. سلام.